ليلة عصيبة أخرى في عدن بعد أن اندلعت الاشتباكات وتوسعت في أكثر من حي. ولليوم الثاني على التوالي تجددت الاشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للشرعية وعناصر ما يسمى بالحزام الأمني الذي يقوده عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتياً. 36 قتيلاً وعشرات الجرحى سقطوا في هذه الاشتباكات الدائرة كحصيلة أولية أعلنها الصليب الأحمر الدولي. في اليوم الثاني اتسعت وتيرة الاشتباكات إلى مديرية كريتر وخرمكسر بعد أن كانت محصورة في عقبة عدن وشمال حي العريش، حيث سيطرت قوات الشرعية على معسكر للحزاب الأمني هناك بالإضافة إلى سيطرتها الكاملة على مديرية دار سعد. يتقاسم الطرفان أغلب المرتفعات الجبلية بين كريتر والمعلى وخرمكسر، وهو ما تسبب بتبادل قصف مدفعي مكثف طيلة ساعات المساء. ومع ساعات الفجر الأولى توقفت المواجهات بعد ليلة كانت عدن فيها على موعد محزن يقول الأهالي صاحبه حرب إعلامية بين الطرفين زادت من خوف وقلق المواطنين، معيدة إلى أذهانهم الحرب التي شنها الحوثيون قبل عامين والنصف على عدن. الرئيس هادي الذي اعتبر ما قام به المجلس الانتقالي انقلاباً تعهد بالتصدي له ورفض في الوقت ذاته الاحتكام للسلاح، واصفاً الوقوف أمام الخطوات الانقلابية بالأحداث التخريبية في عدن، معتبراً هذا التصعيد تحدياً سافراً لدعوات السلام الصادرة عن التحالف. جميعاً هناك بعض المطالب الشعبية لدى المكون الاجتماعي في عدن. التحالف العربي وفي بيان له دعا جميع الأطراف إلى حماية مكونات الدولة وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة. إذن للتحالف العربي كان جاداً في موقفه من التدخل في اليمن لإعادة الشرعية بحسب مراقبين، ولا الشرعية استطاعت تجاوز حالتها المتضعضعة إلى مستوى الدولة الكاملة لتنشأ كيانات مسلحة في مربعات تغذي العصبوية والمناطقية والطائفية لتسير عدن على خطى صنعاء، والنسخة الكاملة المتطابقة لكل كيان ميليشيات جاهزة.